عسلامة مسيو. عسلامة لله ربي. قدم لنا روح. اسمي إبراهيم ونخدم تكنيسيان في الكتيسيان اندستريال. مرحبا بيك. أكتيرمون جو سوي أون ريتريت. نحب نحكي على الموضوع الأفارقة. مرحبا. وبيك أكثر على الحاجة. الأفارقة في تونس ما نعرفش الدولة نتاعنا. هل ترى الدولة نايمة على ركض على وذنها؟ وإلا تحب لنا الاستعمار من جديد؟ وإلا شنو تحب لنا الدولة ذي؟ أنا كراكي هكا معناها الوحيد هو سي قيس سعيد يرحم والديه وربي يطول في عمره. وما ثمش بديل قيس سعيد. وحاجة أخرى نسمع أنا تو قيس سعيد معناها يحكي على مصلحة الشعب. الدولة هذه نتاع تونس نتاع الشعب التونسي. لينا إحنا وحدنا. ماهوش للأفارقة. ما مش نكرههم الأفارقة لكن اكتزاز. أول حاجة الدول الأوروبية تبع فيهم لينا إحنا. باش يمتصوا هم ثرواتهم. تفرق معناها تفرق في الشعب الافريقي يمشي لتونس والجزائر والمغرب باش قال المساحه نتاع الارض نتاعهم فارغه باش هما يستغلوها. معناها احنا جايين تحت الضغوطات نتاع الدول الاوروبيه ما ساعدناش احنا. احنا دوله فقيره والشباب نتاعنا قاعد بطال يعلم به ربي. الناس كاريه هاك تشوف المعيشه نتاعنا منها غاليه غير احنا غير نجموش احنا. وبرشا معناها مسؤولين هنا معناها كيما برشا اذاعات يكلموا معناها على حقوق الافريقي. قاعد يحق حقوق افريقيا في بلاده ومعناها حقوق الانسان في بلاده ماهوش هنا في تونس. احنا عندنا معناها حقوق هنا في تونس معناها نتاع التوانسه وهم عندهم حقوق نتاع بلاد هذيك. هل وجود الافريقي في تونس اليوم سبب من اسباب البطاله؟ بيان سور من اكثر هو سبب نتاع البطاله نتاع الشباب نتاعنا وحتى الكبار حبا يخدموا هم الافارقه. نحب نعرف الوجهين هنا كان تمشي للمطاعم تلقى الافارقه يخدموا تمشي للمقاهي تلقى المطاعم الفرقه يخدموا البنايه المطاعم الفرقه يخدموا اي مؤسسه واي خدمه تلقى فيها الفرقه. هذا ما يحبوا يصوتوا في تونس هنا هربين من بلادهم غاديك باش يسكنوا هنا وباش يجيبوا اولاد هنا. تاع نعرف اول حاجه اذا كان هو باش يعرف ولا يحب يعرس هنا علاش حب يعرس هنا يجيب صاحبته يعرس بها هنا باش يجيب بنيه ولا ولاد يمشي بلديه نتاع تونس يقيدها بلديه نتاع تونس بتولي عنده اقامه انا يعني ولده ولا بنته مولود هنا ما عادش يخرجوا حتى عمر بالزور. معقول هذا؟ الدولة تعرف هذا وكلهم جايين ضد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لوج مساحة الشعب وبارك الله فيه ورحمة والديه وما عندناش حتى بديل من خلف رئيس الجمهورية يقعد هو للممات يقعد رئيس الجمهورية وحتى واحد آخر هو خاطر يتكلم في المسحة نتاع الشعب. البلاد هذه نتاع التوانسة ماهيش نتاع الأفارقة يجي مرحبا به يقعد هكا البريود نتاع توريزم ويمشي على روحه. بلادنا صغيرة الأرض ما عادش موجودة هو باش يقعد هنا باش يولي عنده ملك باش يبني باش يولي يسكن هنا باش يولي وطن باش يعملوا جالية باش يعملوا مراكز باش يعملوا ما نجمهمش هكا ما نجمهمش وناس معناها أقوياء علينا يعني ما نجمهمش فهمتني. بحيث نطلب من سيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية هذوما يبعدهم علينا. أول حاجة ترخص الدنيا تو أنا أعطيك مثال باب الفلة كان واحد يبيع تورناتا نتاع الدجاج حشاكم يبيعها في جامعه كامله يبدا يعيط المواطن التونسي بجاه ربي يجي يشري خير ما ينتنى كل الحمى ذاك معروف بالفله نتاع الزوالي. شو تو ولا التاجر يبيع تورناتا نتاع الحم يبيعها في نهار كامل كي يبيعها في نهار يولي معناها مجبور باش يزيد في السوم يعني سلعه ما عادش خلت عليها. اخويا كان بدينار ولي ب 10000 فرنك تشري ولا شيء مانيش وش نشري افريقي يشرب 10 كيلو 15 كيلو وقتها كان قبل ما في خير والله كنا في خير ونعمه. جابوا لنا هذوما والله تحتمونا بكل صراحه بكل صدق حتمونا هم الافارقه في كل شيء في الخدمه في الـ في الـ في 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 معناها في المعيشه في السكن. دونك شنو هو الحل للحد من هجره الافارقه لتونس؟ حاجه اخرى سامحيني الكراء توا الكراء بيت وكوجينه وتواليت 500000 اي حفره تمشي تلقى فيها سيف وسيفه وسواء ساكنين فيه ولد وثم توانسه يسكنوا في الافارقه يسكنوا فيهم هم باش هم ياخذوا فلوس معناها حاشا ما يسالش معناها فاهم الطماع معناها يخرج تونسي ويسكن افريقي على 100 دينار زايده. وهذا استعماري كل واحد يحب افريقي يسكن هنا راهو استعماري ما يحبش الوطن نتاعو. الوطنيه تغير على دولتك وتغير على كل واحد عنده شبر. اخويا انا ما يساعدنيش باش انا لا نحبوا الافارقه يخرج علينا كل اي طريقه باهين ولا خايبين يخدموش حتى بدينار في النهار ما يساعدوناش. الشباب قاعد بطال هو يخدم وثاني المقاولين هذم اصحاب المؤسسات يجي يخدم شباب نزيدوا دينار ولا اثنين ونخدم ولد بلادي ولد الدرب نتاعي ما نخدمش يجري خاطر غدو كي تلقى حرب ولا حاجه كل شيء يسيب ولد بلاده يسيب ولد نتاعه مش يسيب فريقي شو معناتها يا اخي نحن نخدموا بالعاطفه ياسر في تونس هاتي والعاطفه تجيب الخوف
لكن تضغط علينا فرنسا ولا المانيا كل شيء، معناها ما عندناش، عندنا سياده، عندنا وطن، عندنا جيش، عندنا امن، عندنا قيم الذات، جايبين استقلالنا معناها بالذراع بالدم بالواحد، ما جيش دوله اخرى تحكم بلادنا احنا. هذا استعمار بارد، تسرب نتاع معناها نتاع استعمار بالبارد هكاك، سيستم انديريكت. طب كيما قلت لك بكري معناها ولوا حبوا يعرفوا انا يبيعوا في الفريب. ولت عندما نسمع في الاذاعه الصباح تكلم يقول ما تحب على حقوق الانسان، نمشي المؤسسات ونتكلموا عليها، معقول هذا الكلام؟ هذه اذاعات، هذه تجي واحدة تتكلم على افريقي، كلمه تونسي، شنو يحبوا؟ يحبوا نعملوا سبيتال داو بلاش، يسكنوا بلاش، داو بلاش ويسكنوا بلاش، ماهوش معقول هذا. ما حقوق الانسان، تقول حقوق الانسان راهو في بلاده، في بلاده عنده حقوق، اذا كان هو حشاك ما حش يقدرك يخرج عريان، يخرج عريان كيف وقال شو حقوق الانسان؟ هو عنده مبادئ وعنده حياه وعنده اسلوب وعنده اتجاه نوع، واحنا عندنا اتجاه واسلوب وحياه مش كيف كيف، معناها ضد بعضنا. فاش نختلفوا؟ نختلفوا في الاراء، نختلفوا في الـ في الـ في الـ في التفكير، في الاتجاه، نختلفوا معناها في التكوين، احنا باش نكونوا حاجات، باش نصلحوا بلادنا، باش نحبوا بعضنا كشعب. ما هم يختلفوا معناها ناس مسيبه ولا شاف عليهم كل شيء، حياتهم وحياتنا ما هو كي السماء كروتا، كيما السماء والارض، ما ثماش حتى شيء قرابه ما ساعدناش. مهما احنا نعترفوا كان زوج دول بحذانا، نعترفوا بالجزائر هي الاولى، ونعترفوا بالليبيا حامينا، هذوك مخيلنا وهذوك هنا الدوله مهما كانت سيفه. مرحبا بكل شخص اقامته قانونيه في تونس. مرحبا بكل شخص اقامته قانونيه في تونس. بالنسبة للدول هذوما مرحبا بهم في كل وقت، مرحبا بهم في كل وقت، عاونونا في الحرب وعاوناهم في الحرب، ولي بنا نحتاجوا لها وتحتاجنا، ومنا الا رب، ومنا انا معناها نصلحوا بعضنا مهما كان نسيبوا نفهموا بعضنا. اما هذوما يبعدونا لوجه الله، ما فيهم حتى فائده والله، لو كان يجيبوا معناها كل واحد تورنات تاع ذبح ما يساعدناش به، ما يساعدوناش مهما كان نسيبوا، مهما كانت الاحزاب، ثم احزاب وسي قيس سعيدي كل ما كل كل ما يتكلم كلمه يجوا ضده الاحزاب. تو كيما تسمو هذا يكلم الشاب هذاك المره يجي يقول او الاحزاب وكذا والاحزاب كذا والديكاج، اذا كان هو يحب يترشح تو هذا رئيس، هذا رئيس يحب يترشح في بقعه. شنو رايك في مسانده بعض التوانسه للافارقه وقالوا اللي حتى احنا عندنا توانسه مقيمين بالخارج تري بيان ولاجئين معناها ما عندهمش اوراق تري بيان؟ ايطاليا وفرنسا والمانيا والدول العظمى هذوما كبار، تعيش اربع دول معاها، تعيش بلادهم هما وتعيش تونس والجزائر وثلاثة دول. احنا اون بابا معناها فيفر دون سي بيي سول، ما نجموش نعيشوا بعضنا، ما نجموش عايش، ماهيش كيف كيف في الاقتصاد، مش كيف كيف في الصناعة والتجارة، مش كيف كيف في الفلوس، مش كيف كيف في التكوين، مش كيف كيف في الآراء، هو هذا هو في الحبس. احنا ما نجموش نعيشوا بعضنا، يعيش الناس يقوموا بعضنا، يعيش الناس نعيشوا بعضنا. شكرا مسيون خليل، كلمة الختام. كلمة الختام نطلب من فضل الدولة وسيد هو 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 رئيس الجمهورية وهو الوحيد يحكم، ونعطوك واحنا معاك يا سيد الرئيس، معاك في كل وقت، الشباب معاك والناس كلها معاك، وحتى كان يقولوا كلام الأحزاب راه ما ناخذش كلامها، أنت الرئيس، رئيس الجمهورية هو الوحيد، سي قيس سعيد يرحم والديه وإنسان يخمع على المواطن، كلمة الختام يقعد هو رئيس واللي طلع هو، احنا قابلينه ونقابلين سيد الرئيس، خرج لنا الجماعة اللي بعدهم علينا.